فشلت محادثات السلام بين طرفي النزاع في جنوب السودان والتي كانت تهدف إلى إنهاء الصراع اندلع منذ أكثر من عام. وقال الوسطاء يوم الجمعة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إنهم فشلوا في إقناع طرفي الصراع بتقديم تنازلات أو حتى الاتفاق على موعد لمواصلة المحادثات. والتأجيل هو أحدث مأزق في جهود السلام في أحدث دولة في العالم، حيث تسبب الصراع السياسي بين الرئيس سيلفا كير ونائبه المعزول ريك ماشار في مقتل أكثر من 10,000 شخص ونزوح حوالي 1.5 مليون شخص من ديارهم. وقال هيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا إيجاد في بيان إنه طلب من وفدي التفاوض تقديم تنازلات وبدائل بدلا من تكرار المواقف القديمة، لكن تجاوز المهلة المحددة للتوصل للاتفاق يظهر أن النداءات لم تجد أذانا صاغية. وقال هيلا ميريام إنه توجد أطراف تواصل دق طبول الحرب، وتعكس تصريحاته مشاعر استياء واسعة لعدم تحقيق تقدم في جنوب السودان المنتج للنفط والذي انفصل عن السودان في عام 2011 بوعود من القوى العالمية بتقديم الدعم له. من ناحيته قال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي إنه من السابق لأوانه القول بأن أحدث محادثات فشلت، مضيفا أنه جرى تعليق المحادثات لإجراء مزيد من المشاورات. فيما قال متحدث باسم ماشار إن هوة الخلاف لا تزال واسعة، لكنه أضاف أن بإمكان الأطراف المعنية تضييقها وتحقيق السلام. وقال دبلوماسيون إن أحدث جولة من المحادثات جرت في ظل خلاف على هيكل أي حكومة في المستقبل ومدى السلطة التي سيحصل عليها كل من الجانبين. وفي علامة أخرى محتملة على الإحساس بخيبة الأمل بشأن جهود السلام، أشار تقرير للاتحاد الأفريقي هذا الأسبوع إلى أن الاتحاد يبحث خطة منفصلة لحظر مشاركة كير ومشار في أي حكومة انتقالية مستقبلية ووضع جنوب السودان تحت سيطرته. رحاب علاء، رويترز.